ومعاكو لسه مكملين في المطاعم. انا عايزاكو اللي يجرب مطعم يكلمني، يكتب لي كده في الكومنتس على السوشيال ميديا، على صفحة قناة صحة وجمال، يكتب لي ان هو جرب فعلا المطعم ويقول لي رأيه فيه، عشان اشوف كده يبقى في بيني وبين الناس تواصل، واحس فعلا ان اللي بتكلم فيه يعني حقيقي جيب فايدة عليكم. فأتمنى أشوف في الكومنتس تعليقات حلوة لناس جربت المطاعم اللي أنا اتكلمت فيها. أي هتخشوا على قناة الصحة والجمال على الفيسبوك هتلاقوا الفيديوهات، يا ريت أشوف آرائكم الجميلة. لسه في محافظة الدقهلية وبالأخص مدينة المطرية، لسه معانا مكملين في الدقهلية، معاكم في الحلقة دي سلسلة مطاعم جامدة جدا في الدقهلية. رحنا مطعم الزيان للمشويات. مطعم الزيان دخلنا فيه وقابلنا صاحب المكان، ما شاء الله راجل كده تحس ان على وشه نور. قابلنا احسن مقابلة. طبعا احنا لما بندخل مكان ما بنعرفش صاحب المكان ان احنا يعني برنامج، لا ده انا بدوق الاكل الاول عشان اشوف هيقدم لي ايه، ولما بيعجبني بعرفه في الاخر. حقيقي والله بيقابل يعني الواحد كأنه يعرفه، يعني مقابلة كويسة وأكل طعمه خطير بجد. جربنا الفراخ المشوية، جربنا المحاشي، حطيلي كده طبق شوربة بلسان العصفور بس وهمية بجد، كانت حلوة جدا. ما كانتش دسمة قوي أو كانت خفيفة قوي، كانت وسط وكان طعمها جميل جدا. كمان عجبني قوي قوي طريقة تقديم الأكل هناك، وقعدنا واتكلمنا مع صاحب المكان. فاتح مكان ضخم، ويعني المكان بجد فخم جدا، في مثلا منطقة معظم المطاعم اللي فيها مش يعني مطاعم شعبية شوية، بس هو حقيقي في وسطهم منور. المكان عجبني كشكل في المنطقة. مفيش اهتمام قوي هناك بالمطاعم، بس الزيان للمشويات حقيقي ابهرني. اللي خلاني ادخل المكان طبعا ابهرني الاول الشكل، يعني الاول شكل المكان، وشفت بره الشوي والدخان طالع والريحة عجبتني، قلت لا لا انا لازم ادخل. وفعلا لما دخلت ما ندمتش. وهنروح دلوقتي مع بعض كلنا لمدينة المطرية في المنصورة، وخصوصا مطعم الزيان. اتفضلوا معانا. احمد زيان، زيان كباب، كفته، طاجن لحمه، كوارع، محاشي، بسمتي، رز ابيض، ملوخيه، باميه، مشويات. مأكولات مشويات حضرتك عشان نحدد الكفته بتاعتنا كويسه، والشيش والفراخ الشيش طبعا دايما فريش اليوم بيومه، بنجيب الضن اليوم بيومه، بنجيب الفراخ اليوم بيومها، وبنتبل وبنشتغل بنتوكل على الله. التتبيله بنجهز وبنجهز كل حاجه هنا ان شاء الله. حضرتك يعني الكمامه، الكاونت، بعد الناس عن بعضها، الترابيزات زي ما انت حضرتك شايفاها متباعده عن بعضها. الله يبارك فيك، دايما المكان متعطر ودايما المكان زي ما انت شايفه متنظف. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، جزاك الله كل خير، شكرا. ودلوقتي وصلنا لنهايه البرنامج، يا رب تكون حلقتنا نالت اعجابكم، واستنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.